انا اسمي هشام شعبان، لاعب النادي الاهلي، مواليد 97، مهاجم فريق الشباب. انا اول حاجه بدات في نادي اسمه نادي مزارع دينا، بدات حياتي فيه من وانا عندي 5 سنين. بعد كده رحت نادي وادي دجله، بعد كده جيت هنا على النادي الاهلي في 2013. انا جيت النادي الاهلي، جيت زي اي حد، جيت اختبارات. كان ساعتها الكابتن احمد كشري هو اللي كان ماسك الفرقه دي واختارني من ضمن الناس، وبقيت موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده غير اي حد، عشان خاطر ببطولاته ما بيلعبش غير على المركز الاول، ما بيقبلش المركز الثاني. نادي كبير، نادي اكبر نادي في افريقيا، في الوطن العربي كله، ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيختلف على اي انديه ثانيه ببطولاته، بجماهيره. فلا طبعا نادي كبير، طبعا نادي عظيم. طبعا اول ما جيت النادي الاهلي طبعا كان حلم حياتي، كان نفسي احقق الحلم ده من وانا صغير. فطبعا كنت مبسوط جدا، واهلي كانوا مبسوطين بيا جدا جدا طبعا، واي حد يتمنى ان هو يشيل اسم النادي الاهلي وشيرت النادي الاهلي. طبعا بشكر طبعا الكباتن اللي مسكوني، كابتن احمد كشري، كابتن مدحت طه، كابتن سمير كمونه، كابتن اشرف ابو زيد، كابتن احمد عبد الظاهر طبعا، وبالاخص طبعا بشكر كابتن عادل عبد الرحمن اللي تعب معايا كتير وطور مني كتير جدا. طبعا كابتن عادل عبد الرحمن اب لينا، ماسك فرقه الشباب في النادي الاهلي، بيعلمنا حاجات كتير، بيقعد يتكلم معانا كتير بره الكوره وجوه الكوره، بيعلمنا حاجات كتيره طبعا. لا طبعا كابتن كبير جدا بصراحه، وتعلمت منه حاجات كتيره جدا، اسلوب وتكتيك وطريقه لعب وروح النادي الاهلي. هو بيزرع فينا فكره روح النادي الاهلي دي. اول مكافاه خدتها كانت في مزارع دينا، كانت 10 جنيه وعلبه كشري للاعب النادي الاهلي. وهذه العرضيه جول 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 جول، ضربه الراس هشام شعبان. المساء الاعلى طبعا كابتن عماد متعب القناص. لا طبعا ده يا ريت اجي ربعه، يا ريت اجي ربعه كابتن عماد متعب. لا فرويد ما اقدرش انا اتكلم عليه بصراحه، نفسي ابقى زيه. بحب طبعا من خلال قناه النادي الاهلي اشكر والدي ووالدتي طبعا، واخواتي وعمامي واصحابي واهلي كلهم. الناس دي فعلا بتتعب معايا جدا وهيتعبوا معايا، وانا نفسي بس احقق لهم جزء من اللي هم عملوه معايا بصراحه. اقول للكابتن عماد متعب انت اسطوره بصراحه يعني، وكابتن حسام غالي اتعلمنا منك كتير، وتعلمنا منك الروح الرياضيه كتير والانتماء وحب النادي الاهلي. كابتن ابو تريكه طبعا الماجيكو بتاع النادي الاهلي ومصر كلها بصراحه، انا بحبه جدا بصراحه كلاعب كوره، ان انا اطلع الفريق الاول في النادي الاهلي واخد بطولات مع النادي الاهلي واخد جوائز فرديه ليه. اقول كلمه لجميع النادي الاهلي، اقول لهم ما تزعلوش على البطوله اللي راحت، ان شاء الله النادي الاهلي موجود ببطولاته بجماهيره، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه، وباذن الله رب ناخد بطوله افريقيا الجايه وناخد كل البطولات باذن الله.